الحروف المتجانسة شكلاً بخط الرقعة. ماذا تكتب يا منير؟ أعدت طالباً وتحاول إنهاء واجبك؟ بالطبع لا، ولكنني أقوم بنسخ هذه النصوص وكتابتها بخط الرقعة. فقد أعجب أحد أصدقائي بخطي وطلب مني أن أكتب له هذا النص بخط الرقعة تحديداً. دعني ألقي نظرة إذن. علي أن أعترف أن خطك يبدو بالفعل جميلاً جداً بهذا الخط. ماذا كان اسمه؟ خط الرقعة هو خط عربي ابتكره العثمانيون عام 1280 للهجرة، الموافق لعام 1863 للميلاد. يتسم بسهولة قراءته وسرعة كتابته وبعده عن التعقيد. أتعلم ماذا؟ إنني أرغب حقا بكسب مهارة الكتابة بأحد الخطوط العربية، ولكنني أخشى أن يكون الأمر صعبا. لا لا إطلاقا، خصوصا أن خط الرقعة تنقسم الحروف فيه إلى عدة مجموعات حسب شكل الحروف، مما يسهل عملية تعلم الخط بشكل كبير جدا. حسنا إذن، إن كان الحال كما تقول وإن كنت لا تمانع، فسأطلب منك أن تعلمني خط الرقعة. ولم لا؟ ولكن لا تتذمر، ولا أريد أسئلة إضافية أو خارجة عن الموضوع. أضمن لك أنك ستجد الأمر سهلا جدا فور أن أخبرك عن المجموعات السبعة. طيب أنا لن أسأل، وها أنا هنا أستمع إليك. حسنا، المجموعة الأولى والتي سأكتبها الآن تشمل الحروف التي فيها أجزاء عمودية، وهي ألف، لام، كاف، طاء، لا، حيث تصل بعض أجزاء هذه الحروف إلى خط القمة. أما المجموعة الثانية تحتوي حرفي الراء والواو، وتسمى المجموعة الهلالية نظرا إلى أنها تشبه الهلال. المجموعة الثالثة الباء، الفاء، الكاف، الياء في حالة مد الحرف. لطالما رأيت أن هذه الحروف تبدو كالأطباق، ألا تعتقد هذا أيضا؟ هذا ليس مضحكا يا سمير، فهي فعلا تسمى بالحروف الطبقية. حقا؟ طيب وماذا عن هذه المجموعة؟ إنها الحروف الكأسية وتشمل السين والصاد والضاد والقاف والنون والياء في حال عدم المد، وجميعها تلامس خط الأساس. هل يمكن للحروف أن تكون دون مستوى خط الأساس؟ لو صبرت قليلا لكنت أخبرتك أن هنالك مجموعة تهبط بعض أجزائها عن خط الأساس وتلامس خط القاع: الجيم، الحاء، الخاء، العين، الغين، الميم، الهاء في وسط الكلمة. مجموعة في كلمة جمعه. المجموعة التالية تشمل الحروف التي تمتلك رؤوسا مطموسة، وهي العين، الفاء، القاف، الواو، الميم، حيث يطمس العين في وسط ونهاية الكلمة فقط، أما الفاء والقاف فيطمسان في البداية وفي النهاية، فإن الفاء تطمس في الإفراد فقط، أما القاف فتظلل في حالتي الإفراد والاتصال، أما الميم والواو فيظللان في كل الحالات. أعتقد أننا قربنا على الانتهاء، أليس كذلك؟ أجل، وصلنا للمجموعة الأخيرة وهي الحروف المقفلة، تشمل الجيم، الحاء، الصاد، الطاء، الفاء، الهاء. حروف هذه المجموعة تحتوي أجزاء مفرغة من الداخل مختلفة الأشكال. والآن أصبحت تعرف هذه التفاصيل، اذهب وتدرب ودعني أكمل كتابتي. هل تستطيع أن تتدرب عني؟ فمزاجي لا يسمح لي بذلك وأشعر بنعاس شديد. التلخيص: خط الرقعة
هو خط عربي ابتكره العثمانيون يتسم بسهولة قراءته وسرعة كتابته، تنقسم فيه الحروف إلى 7 مجموعات بناء على الشكل الذي تتشارك به كل مجموعة، وهذه المجموعات هي الحروف التي تحتوي أجزاء عمودية: ألف، همزة، لام، كاف، طاء، طاء، لام، الهمزة، اللام، الكاف، الطاء، اللام، اللام ألف، لا. الحروف الهلالية: الراء، الواو. الحروف الطبقية: الباء، الفاء، الكاف، الياء في حالة مد الحرف. الحروف الكأسية: السين، الصاد، الضاد، القاف، النون، الياء في حال عدم المد. مجموعة الحروف التي تهبط بعض أجزائها عن الخط: الجيم، الحاء، الخاء، العين، الغين، الميم، الهاء في وسط الكلمة. الحروف التي رؤوسها مطموسة: العين، الفاء، القاف، الواو، الميم. الحروف المقفلة: الجيم، الحاء، الصاد، الطاء، الفاء، الهاء.